نهار شباب روحنا من الصلاة وقعدنا نتغداو، از جاء حياة إبراهيم جلال من راملي هو ومرتي، هو الحمد لله البنت من عيلتي، از فاتت من بعد حوشنا قالت لي يما ناخذوها تكلم بنيتها، قلت لها انا ما تاخذينيش ما نحبش ناخذ. بس قعدوا يديروا فيا كل مرة ناخذولك، بطلت نقعد معاهم في الحوش، قعدت نمشي لاخواتي، بعدين حتى اخواتي قعدوا يديروا فيا، قلت لهم ديروا اللي تحبوا. نهار الشباب امي دوات لبويا ومشى بويا لحبابه نسيم دامان وموشي شماكة ومشاو للحماني من عيلة جراد من إلى المرأة خطبوها وكبعوا تاريخ حاتونا والكل يبلي يقولوا لي أنا وقالوا شي حتى جاء الوقت العرس وقالوا حب نعرسوك عرسونا دنونا 7 أيام وسبع ليالي ودخلنا ومشينا حرتنا على اللي حصلنا وحلينا الشروط على اللي حصلنا وخدمنا في الحفلوت وبعدين درنا تراكتورين ودرنا بقر وقعدنا نشحنا مساعدة قاعدين نحبوا كله في البقر. كانت تدخل في الودنين؟ كانت تكبر في الودنين في المشابه، كل بنت اللي تكبر شوية وتدير عقيدين قلاية اجي تقبلها ودنيها، وكل كان يمرض بدلكة ريوت ولا برودة ولا حاجة يجي يدير له المغايض، واللي العيل يكسر ولا حاجة يجيبوا له يدير له تسمر كيف تسمر تعرف كيف النعاس كي تزبسوا هيدا صار صرنا مع بعض كل شيء تروح يا نعم مش شايف ما يحصل. الصباح كنت نقوم نمشي نعاون بويا في المدرسة حتى للساعة 8 نمشي للسكولة، لا في سكوت كنت نقض نرتاح وبعدين نكملوا التعليم ونمشي للحوش عند الليل، يا نطلع بالنعاج يا نقطف الخضرة يا هذا في الليل ندير الشاورما، وهذا مشي خلال زمان حتى كبر. لا رينا حوفش ولا رينا نحاول